كل من يأتي إلى المدينة وإلى مكة يجد طمأنينة راحة. خد قمقامي مدينة دي يقومش يقومش دوج يبصر متنش. لأنها فيها أنك تأتي بما خلقت من أجله، خلقت لتعبد الله، فعندما تسخر هذا البدن للعبادة ترتاح أفضل من الأماكن السياحية والشواطئ وكذا. ستو جبما بو تشكر على حشكم تشي غزوة أخوات بغزة جنورة على عبادة على حشكم كبشتن راه يجي مبو بشكوة على حشكم تشي غزوة عبادة تشب غزة ويقوم جدوج ويبصر ما تنش عادري تبخم ززدا غبسك شبا حرم قزيكو شبا هم دين أخرى. فعندما تضيق بك الدنيا أحيانا يكون عندك ضيق يكون عندك مشاكل ماذا تصنع؟ مدونيم دي وغاشر حساقاو كرب دي مخر قبتي حساقاو شخم دي تغبشنبو. نحن بفضل الله إذا ضاقت بنا الدنيا نتجه إلى المسجد النبوي نصلي نستغفر نقرأ القرآن. تدي غاشر حساقم مسم ديش بسوخم محمد صلى الله عليه وسلم يمجدون دوك ولنمس دوج قرآن دوج عفشكم بالتأكد. أو إلى المسجد الحرام تعتمر مثلا تدعو الله سبحانه وتعالى تطوف تسعى. يا هو تقاب زغاجة في حسن دوكو لمسجد الحرام مكة دي عمر قدوش طواف قدوش كعبة مخرياغر نمز شدوش ينشرح صدرك ولله الحمد يجي ديقوم زيت يبسر متنش. لكن عند الشواطئ عند هذه الأماكن ينتحر بعض الناس لا يذهب الضيق لا يذهب الضنك. تخم زدا غبسك و بياج دي ستي از غبس شبا هم دي تخم زوجي جيما قاخوش اب دي تخم يبسم زيت خم تخم يبسم جداج خم يدوم جداج خم يبسم تنش خم.